وشا. انا احب اشكر كل الجمهور اللي صوت لي في استفتاء وشوشة، موقع وشوشة الفني، واشكرهم جدا، وبتمنى دايما ان انا اكون عند حسن ظنهم واعمل لهم اعمال ترضي الناس كلها وتعجبها، وان شاء الله كل سنة يحصل لي فوت في نفس الموقع في استفتاء وشوشة، كل سنة ان شاء الله اخد دايما افضل مخرج لكل عام. يعني بشكرهم السنة دي على ان هم صوتوا لي للفوز بأفضل مخرج لسنة 2016، وبتمنى دايما إن شاء الله أكون عند حسن ظنهم، وبشكر موقع وشوشة الفني على النجاح المبهر للاستفتاء، وعموما النجاح المبهر للموقع ومجلته الفنية، وإن هو موقع قدر يوصل لكل الناس وينجح الناس بمنتهى العدالة والإنصاف، لأن الجمهور هو اللي بيختار مش حد تاني. فمتشكر جدا لموقع ومشوشة على الحيادية وعلى الاستفتاء المحترم. كل سنة وانتم طيبين. المخرج إسماعيل فاروق. وشوشة، الموقع الفني الأول في مصر. رئيس مجلس الإدارة محمود إسماعيل، الإشراف العام أحمد الهواتي. www.washwasha.org